واشنطن دفعت بأحد أهم أطراف الثالوث النووي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ونحو إيران بشكل مباشر مرة أخرى. والحديث هنا مباشرة يأتي عن USS فلوريدا التي تتمركز في كينجز باي في ولاية جورجيا الأمريكية. هذه واحدة من أقوى الغواصات الأمريكية على الإطلاق. جاءت الأنباء عن عملية انتشار هذه الغواصة في الشرق الأوسط يوم أمس، وعلى لسان المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في مملكة البحرين ألا وهو تيم هوكنز، هو الذي قال بأن هذه الغواصة قد دخلت إلى البحر الأحمر وأصبحت من ضمن ومنتشرة من ضمن المناطق التي طبعا يتمركز فيها أو يسيطر من ضمن مناطق عمليات الأسطول الأمريكي الخامس. وطبعا هذه الغواصة هي تعتبر من واحدة من أخطر الغواصات الأمريكية على الإطلاق لسبب مهم للغاية، أن هذه الغواصة أولا تعتبر من الغواصات النووية، وهذا يعني بأنها غواصة تسير بالوقود النووي وهي من الغواصات السرية. بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية عادة لا تعلن عن موقع هذه الغواصة كل يوم أو كل شهر، هي تعلن عن موقع هذه الغواصة في حالات نادرة فقط، وعادة تأتي ويأتي هذا الإعلان عن طريق من أجل الردع أو لأسباب أخرى طبعا. ولكن أيضا في نفس الوقت أن هذه الغواصة هي واحدة من أربع غواصات أمريكية في الأسطول الأمريكي بأكمله قادرة على عملية توجيه الصواريخ الموجهة من تحت المياه إلى أهداف موجودة على اليابسة، وهي تستخدم أساسا صواريخ التوماهوك الأمريكية التي تصل مدياتها إلى ما يقارب 2500 كيلومترا، مسافات عالية جدا بالنسبة لهذه الصواريخ، وهي لا تحمل صاروخ أو صاروخين كما ترون هنا وهي تنطلق، لا أبدا، بل إن هذه الغواصة تحمل في حقيقة الأمر 154 صاروخا من صواريخ التوماهوك، وهي أيضا قادرة على عملية الاشتباك أساسا مع السفن مع الغواصات لوحدها، وهي تعتبر من الغواصات الهجومية، وبالتالي هي قادرة على شن الحرب لوحدها عليك إن أرادت ذلك وإن جاء القرار لها للقيام بذلك، وهي فعلا هذا ما قامت به أساسا في بدء غزو العراقي في عام 2003، فهي كانت أول من بدأ بعملية إطلاق الصواريخ في الساعات الأولى من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية غزو العراقي لعام 2003، أطلقت الصواريخ مباشرة على الأراضي العراقية. وأيضا هي اشتهرت في حادثة مهمة وخطيرة في سوريا في عام 2018 عندما استخدم السلاح الكيماوي آنذاك، واتهم نظام بشار الأسد بأنه هو النظام الذي كان خلف هذه العملية. وهنا أصبحت هذه الغواصة عندما تدخل أي منطقة أو يتم الإعلان عنها فإنك تتذكر غزو العراق، إنك تتذكر أيضا ما جرى في سوريا في عام 2018 من السلاح الكيماوي واستخدامه، والغواصة كانت حاضرة في تلك الحادثة. وطبعا هذه الغواصة قد نشرت لها صورة أساسا حصرية من قبل ستارز أند سترايبس المقربة من الجيش الأمريكي، وهي متواجدة في البحر الأحمر، وهذه هي الصورة والتي توضح تواجد هذه الغواصة أساسا على البحر الأحمر. السؤال هنا، لماذا أرسلت هذه الغواصة إلى الشرق الأوسط في هذا التوقيت تحديدا، وأين من الممكن أن تكون متواجدة؟ طبعا السبب الأساسي لوجود هذه الغواصة الآن في هذا التوقيت تحدثت عنه الوول ستريت جورنال وبتفاصيل أكثر من قبل النيويورك تايمز. الغواصة ببساطة جاءت التفاصيل وتحدثت بأنها قد دخلت وعبرت قناة السويس مباشرة إلى البحر الأحمر هنا، يعني بأنها كانت قادمة منها بهذا الاتجاه إلى البحر المتوسط ووجدت طريقها إلى البحر الأحمر، ولكنهم لم يكشفوا أين توقفت، وخاصة قالوا بأن عملية الانتشار هي تأتي من ضمن مناطق عمليات الأسطول الأمريكية الخامس، وعادة العمليات للأسطول الأمريكية الخامس هي تتواجد في البحر الأحمر، هذه النقطة، وكذلك أيضا أنت أمام خليج عمان وأمام الخليج العربي، وطبعا خليج عمان هو يمتد إلى بحر العرب بهذا الشكل، وهذه هي طبعا مناطق الأسطول الأمريكية الخامس التي يعمل بشكل مكثف هنا. أين من الممكن أن تكون منتشرة؟ هي من الممكن أن تكون في خليج عمان في الخليج العربي أو تكتفي بالتواجد في البحر الأحمر، بما أن مديات الصواريخ التي تتمتع بها تصل إلى 2500 كيلومترا، ولكن في حقيقة الأمر بأن هذه الغواصة على الأغلب هي متواجدة هنا في أقرب نقطة من خليج عمان على بحر العرب باتجاه إيران، وهذا يعود
إلى أسباب مهمة يجب أن ننتبه إليها. واحدة من الأسباب هو ما نشر في نيويورك تايمز من قبل عدد من وكالات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية التي أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أبلغت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بأن إيران، وهذا الإبلاغ كان أساساً الخميس الماضي، أبلغتهم بأن إيران تخطط للقيام بهجوم بالطائرات المسيرة على إحدى الناقلات التجارية الإسرائيلية في بحر العرب، يعني أنها تصل إلى بحر العرب قادمة بهذا الاتجاه على سبيل المثال من البحر الأحمر ويقومون باستهدافها، أو هي وعائدة مثلا على سبيل المثال بهذا الشكل ويقومون باستهدافها في هذه المنطقة تحديدا. وبالتالي الأمريكيون قالوا لهم بأن هنالك محاولة للاستهداف إيرانية، وهذا يعود إلى أن إيران تريد أن تنتقم لضربة إسرائيلية جاءت نهاية الشهر الماضي في 31 من مارس على سوريا، أدت إلى مقتل عنصرين مهمين من الحرس الثوري الإيراني في دمشق. يريدون أن ينتقمون وجاء البلاغ الأمريكي بهذا الشكل، وبالتالي العملية والتهديد هي تأتي على بحر العرب، وهذا ما قد يفسر لماذا هذه الغواصة تتواجد في هذه المنطقة، خاصة وأن بعد الإبلاغ الأمريكي للإسرائيليين الخميس الماضي كما تحدثت نيويورك تايمز جاء الإعلان عن دخول هذه الغواصة في البحر الأحمر هنا الجمعة الماضية. الصورة التي رأيناها هي كانت من الجمعة الماضية، وهذا يوضح بأنها تتواجد في هذه النقطة. أيضا ما يبرر تواجد هذه الغواصة في نقطة قريبة بهذا الاتجاه هي أننا كنا في أكتوبر من العام الماضي أمام انتشار لغواصة سرية نووية خطيرة أخرى، ألا وهي USS West Virginia. دعونا نصحح هذه الصورة، USS West Virginia الغواصة التي انتشرت أيضا في بحر العرب في أقرب نقطة أساسا من إيران كما نتحدث الآن، وأساسا نشرت من عدد من المصادر وظهر حتى قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إيريك كوريلا وهو داخل هذه الغواصة في لقطة نادرة لا ترى عادة، وليس من السهل أن نسمع عن هذه الغواصات ومواقعها وأن يظهر قائد القيادة المركزية بهذا الشكل في تهديد ومحاولة لردع لإيران، خاصة وأن إيران انخرطت بالحرب الروسية الأوكرانية آنذاك في أكتوبر وتصعيد نووي وغيرها، ووجدنا USS West Virginia تتواجد في هذه المنطقة. أيضا مؤشر آخر مهم للغاية، في 2 أبريل قبل هذه المعلومات كلها كانت الولايات المتحدة الأمريكية تراقب التحركات الإيرانية والقواعد الخاصة بإيران المطلة على الخليج العربي والمطلة على خليج عمان وحتى على بحر العرب، هي كانت تراقب هذه القواعد الخاصة بالطائرات المسيرة ويريدون معرفة ما الذي ستفعله إيران تحديدا في ظل قد تكون معلومات استخبارية أكثر يريدون التأكد منها. في 2 أبريل كما تلاحظ إيران أعلنت بأنها قامت بتوجيه تحذير لإحدى طائرات الاستخبار والتجسس الأمريكية اقتربت من السواحل أساسا الإيرانية في خليج عمان. عادة هذه الطائرات تكون من نوعية ريفت جوينت، هي التي تقوم بمثل هذه الاستكشافات، ونشروا صورة بهذه الطريقة من الفلايت رادار 24 للطائرة الأمريكية وهي تحلق فوق خليج عمان وهي تتعدى طبعا الخليج العربي وتراقب السواحل الإيرانية بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه. وهذه طبعا الصورة قادمة من وكالة تسنيم كما تلاحظون الإيرانية، الأمر موثق من الإيرانيين أنفسهم. ولاحظ التحرك الذي جاءت به هذه الطائرة، لاحظ بأنها تراقب نقطة هنا وهي جزيرة قشم، ووصلت إلى هذه المنطقة التي تعتبر هي بندر جاسك التي تعتبر أيضا نقطة مهمة، ولكن أيضا هي تتجه بهذا الاتجاه. وبهذا الاتجاه هنالك قاعدة مهمة للغاية للطائرات المسيرة تطل على خليج عمان، وكذلك لديها نفوذ جيد ورؤية جيدة على بحر العرب. وإذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي لكي نلقي نظرة ونفهم كيف هذه الطائرة كانت تتحرك، سنلاحظ بأننا أمام جزيرة قشم التي تحدثنا عنها، الطائرة كانت متحركة بهذا الشكل وقريبة من بندر جاسك، وأيضا إنها كانت تتحرك بهذا الاتجاه. وهنا قاعدة كبيرة وهي قاعدة شابها التي تتواجد فيها أيضا طائرات مسيرة، هي تبدو بأنها نقطة كانت تراقبها الولايات المتحدة الأمريكية وتريد أن تعرف ما الذي يجري، ما هو طبيعة التخابر وما هي الخطة الإيرانية للانتقام لعناصرها. ودعونا نقترب هنا بالقمر الصناعي من جزيرة قشم على سبيل المثال، هناك صور محدثة من جزيرة قشم في آخر صورة من عام 2023، وهذه هي القاعدة التي أتحدث عنها، هي القاعدة المرتبطة بالطائرات المسيرة، وخاصة إذا اقتربنا من نقطتين من هذا المطار الخطير. ولنقترب من هذا الهنجر الذي
تظهر فيه طائرة مسيرة إيرانية مقاتلة حربية هجومية بهذا الشكل. وأيضا إذا ذهبنا بهذا الاتجاه لنظهر ويظهر لنا أيضا هنجر آخر، نعود بالتاريخ قليلا إلى عام 2022، فستجد نفسك أمام هذه الطائرات المسيرة الأخرى الموجودة في هذه القاعدة التي تراقب كل من يدخل وكل من يخرج من الخليج العربي، وتهدد كذلك الملاحة إن كانت على المستوى الإسرائيلي أو إن كانت حتى على مستوى الأمريكي. الآن لنقترب من قاعدة شابهار التي تحدثنا عنها، التي تعتبر هي نقطة على مسار طائرة التجسس الأمريكية، ولنهبط إلى هذا الهنجر الذي يأتي إلى الشمال تقريبا عندما تقترب منه وتعود بالتاريخ قليلا، ليس بعيدا أبدا، تقريبا أن تعود إلى نوفمبر من عام 2022، ستجد أنت مرة أخرى أمام طائرات مسيرة إيرانية موجودة في هذه المنطقة. بالتالي نشاط للطائرات المسيرة عالي، وهو قد يفسر ويفسر تماما المعلومة الأمريكية التي بنيت هنا على أساس بأننا سنكون أمام هجوم خطير قادم في هذه المنطقة على بحر العرب. هنا تقريبا كما نتحدث في هذه المنطقة، فإن التهديد الذي تحدثت عنه الولايات المتحدة يأتي على ما يبدو بهذا الشكل. ومرة أخرى شابهار تحت الاتهام بأنها هي من تهاجم الناقلات التجارية الخاصة بإسرائيل في حرب ظل لا تعرف طريقا للتوقف. وهذه كلها علامات على ما يبدو توضح لنا موقع تواجد هذه الغواصة السرية النووية، رغم أن الأسطول الأمريكي الخامس قال بأنها موجودة في البحر الأحمر، ولكن ممكن أن تكون في أي مكان. نحن على ما يبدو الأقرب إلى هذه النقطة التي نتحدث عنها. وأيضا في نفس الوقت يجب أن ننتبه بأن هذا التحرك هو يأتي بعد أيام قليلة. نهاية الشهر الماضي كنا أمام حوادث خطيرة في سوريا، ضربات كبيرة بين الأمريكيين وبين الفصائل المسلحة المقربة من إيران، أدت إلى مقتل متعاقد أمريكي. عادوا الأمريكيين ليضربون ويقتلون أكثر من 20 عنصرا من الفصائل المسلحة المقربة من إيران إلى غرب نهر الفرات. ظروف صعبة جدا طبعا أدت إلى تمديد عمل حاملة الطائرات الأمريكية جورج اتش دبليو بوش، كان من المفترض أن تعود إلى قواعدها، ولكنهم مددوا عملها وقالوا بأن الظروف صعبة وأن عليك أن تعودي وأن تتقدمي في حقيقة الأمر إلى البحر المتوسط. ولا أنباء على أنها انسحبت من هذه المنطقة هي موجودة. وأيضا كنا أمام عملية انتشار كبيرة جدا لعدد من الطائرات القتالية الهجومية الأمريكية، ألا وهي طائرات الـ A-10، انتشرت قبل موعد انتشارها المفترض والمخطط له، وانتشرت في طبعا في منطقة الشرق الأوسط. ليس واضحا هل هي انتشرت في قطر على سبيل المثال، في أي منطقة بالتحديد هي انتشرت، في البحرين، ليس واضحا هذا الأمر، ولكنها انتشرت في الشرق الأوسط بهذا الشكل. وحتى أن الغواصة التي نتحدث عنها وهي USS فلوريدا، المعلومات عنها التي نشرت بأنها ستبقى لفترة طويلة ولوقت معين في هذه المنطقة، وهي ليست هنا لكي تبقى يوم أو يومين أو حتى أسبوع أو أسبوعين. واضح جدا أن هنالك محاولة ردع لإيران، انتبه يا إيران من القيام بأي شيء، فلن نسمح لك أبدا أن تهاجمي حلفائنا. هذه هي الرسالة الواضحة من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أيضا في نفس الوقت التوقيت مثير بالنسبة للولايات المتحدة أن تتحرك بهذا التحرك الكبير وتضع كل هذا الضغط على إيران بتحريك كل هذه القطع الهجومية الخطيرة الحربية في ظل توقيتات بأن إيران لا زالت، والتقارير التي تتحدث عنها البنتاغون ويتحدث عنها وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد بأن إيران لا زالت تساند روسيا في الحرب الروسية الأوكرانية بإرسال الطائرات المسيرة، بإرسال الخبرات وغيرها، وهنالك تعاون كبير مستمر. ويبدو بأن الولايات المتحدة تريد أن تشاغل إيران بشكل أكبر من أجل تقليم أظافر روسيا، إبعاد الحلفاء من مساعدة روسيا، لأن هنالك هجوم كبير أوكراني قادم في الفترة القادمة على الروس. تريد الولايات المتحدة الأمريكية والناتو أن يحقق الأوكران والأوكرانيين نجاحا في هذا الهجوم تحديدا. تحدثت عنه الرئاسة الأوكرانية، تحدثت عنه CNN الأمريكية كما تلاحظ في 6 أبريل، وهنالك تكهنات والتوقع لهذا الهجوم بأنه سيكون نهاية هذا الشهر أو بداية شهر مايو بعد تسلم الأوكرانيين جميع المدرعات والدبابات تقريبا التي يبحثون عنها الحديثة. بالتالي استثمار أمريكي كبير، استثمار من الناتو كبير، يجب أن ينجح. لا يمكن لهذه الأموال أن تصرف بهذا الشكل وبعد ذلك الأوكرانيين لا ينجحون. والسؤال هنا أين سيكون هذا الهجوم؟ طبعا المعلومات من الرئاسة الأوكرانية، المعلومات أيضا من العرض، من طبيعة الانتشار التي تلاحظها للقوات الروسية باتجاه زاباروجي باتجاه خيرسون. الهجوم واضح بأنه سيكون في هذه المنطقة باتجاه بحر آزوف، ولن يكون
باتجاه إقليم دونباس. هذا هو الواضح وهذا هو الأكثر منطقية. إذن كيف من الممكن للأوكرانيين أن يهاجموا هذه المنطقة وما هي الخطة الحقيقية؟ الخطة الحقيقية على ما يبدو والأكثر منطقية للأوكرانيين إنهم بداية يقومون بمهاجمة ماريوبول الساحلية على بحر آزوف، وفي نفس الوقت يفتحون بابا للهجوم على ميليتابول هنا. وبالتالي أنت تلاحظ من هذا الهجوم بهذا الشكل هم يقومون بتحقيق نتيجة مهمة للغاية. أولا أنهم قطعوا شبه جزيرة القرم وهذه المنطقة المتواجدة فيها القوات الروسية ألا وهي في خيرسون، قطعوا عملية وصولها وتوجهها ودعم وأن يأتي دعما من هذه المنطقة مباشرة إلى إقليم دونباس أو من إقليم دونباس مباشرة إلى طبعا شبه جزيرة القرم بهذا الشكل، إغلاق لهذه المنطقة تام. أيضا بالنسبة للقوات الأوكرانية بهذا التقدم باتجاه بحر آزوف هم سيحاصرون برديانسك التي ترونها هنا وبالتالي السيطرة عليها، وهذا يعطيهم نفوذا كاملا على بحر آزوف، يحقق ضربة كاملة إلى روسيا. بل إنهم أيضا سيكونون أمام فرصة بعد هذه المرحلة القيام بهجمات خطيرة عبر زوارق مفخخة أو عبر طائرات مسيرة مفخخة أو حتى عملية استخبارية كما فعلوا سابقا تستهدف بشكل مباشر مضيق كيرش الذي يربط طبعا بين روسيا وبين شبه جزيرة القرم، والاستهداف يأتي على جسر كيرش تماما، أي أننا ندمر هذا الجسر وبالتالي كل عمليات الدعم والإمداد الروسية القادمة من روسيا هنا بهذا الشكل عبر هذا الجسر ستتوقف وستنتهي، وهنا سيكون عزل كبير لشبه جزيرة القرم. القوات هنا ستكون في مشكلة في شبه جزيرة القرم، والقوات في خيرسون أصبحت معزولة تماما كما ترون بهذه الطريقة. أيضا في نفس الوقت أن الضربة على شبه جزيرة القرم أو شبه جزيرة أو عفوا مضيق كيرش ألا وهو جسر كيرش، الضربة هي لا تأتي فقط على الجسر أو على هذا البناء الذي شهدناه سابقا، لا أبدا، بل إن هنالك كيبلات، هنالك إمدادات تأتي من روسيا إلى شبه جزيرة القرم مرتبطة بمسائل مرتبطة بالاتصالات عادة على سبيل المثال، وبالتالي هذا سيؤدي إلى قطع الاتصالات، إلى قطع الإنترنت، إلى قطع عدد من الأمور التي تعتمد عليها القوات الروسية الموجودة في شبه جزيرة القرم، وسيؤثر على قواعد مهمة مثل سيفاستوبول، القاعدة مهمة جدا التي تستخدمها طبعا القوات الروسية، سيؤثر عليها بشكل كبير. وهنا عند تحقيق هذه المعادلة فإن القوات الأوكرانية ستكون أمام فرصة جيدة للتقدم من خيرسون مباشرة على القوات الروسية لتحاول أن تندفع وأن تصل إلى الحدود المرتبطة. طبعا دفع القوات الروسية إلى شبه جزيرة القرم مع عملية مشاغلة مستمرة من أوديسا من المناطق التي يسيطرون عليها على النقاط التي تتواجد فيها القوات الروسية مثل سيفاستوبول أو غيرها، أيضا بالزوارق المفخخة بالطائرات المسيرة بعمليات قصف مستمرة، وحتى أنهم من الممكن وقادرين على القيام بإنزالات مفاجئة بالنسبة للقوات الأوكرانية تأتي خلف الخطوط التي تتواجد فيها القوات الروسية أساسا على السواحل للدفاع عن شبه جزيرة القرم هنا، وبالتالي مشاغلة كبيرة جدا من الممكن أن يحققونها، وهذا ما سيسهل على القوات الأوكرانية أن تصل في نهاية المطاف إلى ما تريده بحر آزوف وتسيطر إلى شبه جزيرة تتصل إلى شبه جزيرة القرم وتدخل في عملية المفاوضات كما تحدثت الرئاسة الأوكرانية. تبدو الأمور وتبدو الخطة بهذه الطريقة منطقية للأوكرانيين، وهذا ما ننتظره من هذا السيناريو الهجومي. قد يعتقد البعض بأن الأمور لن تكون سهلة، الروس حاضرين في هذه المعركة، وأنت محق إن اعتقدت بذلك، لأن في حقيقة الأمر الروس لن يكونوا سهلين أبدا، فالروس يمتلكون عدد كبير جدا من قواتهم الروسية لم تستخدم في هذه العملية العسكرية حتى هذه اللحظة، حتى أن نيويورك تايمز أكدت بأن الذخيرة التي تمتلكها روسيا هي تساوي وتعتبر 3 أضعاف ما تمتلكه أوكرانيا من ذخيرة، بالإضافة إلى ذلك إلى أن الروس يمتلكون 3 أضعاف الدبابات التي تمتلكها القوات الأوكرانية، رغم أن الأوكرانيين الآن يمتلكون من المفترض معدات حديثة ومضادات جوية حديثة وغيرها، ولكن تمتلك أضعاف الأضعاف بالنسبة لروسيا. حتى أننا يجب أن لا ننسى الطيران، فالقوات الروسية لا زالت تمتلك طيرانا ومتفوقة على مستوى الجو بشكل عال، مما يساعدها في صد هذا الهجوم وجعل هذا الهجوم ينهار تماما. بالتالي المعادلة الأوكرانية ليست بالسهلة أبدا، وهنا يأتي الربط المهم في عملية ضغط الولايات المتحدة
الأمريكية على أطراف مثل إيران أو على الصين أو غيرها، يحاولون قطع أي إمداد أو مساعدة لروسيا من أجل تحقيق نجاح في هذا الهجوم القادم الذي يعتبر مصيريا بالنسبة لأوكرانيا. ولكن أيضا يجب أن لا نستبعد أن الأوكرانيين ممكن جدا أن ينجحوا في هذا الهجوم، خاصة إذا ما ذهبنا وألقينا نظرة على ما جرى في السابق وتحديدا في خاركيف. إذا ما اتجهنا إلى هذه المنطقة تحديدا في خاركيف، كانت القوات الأوكرانية من دون أي دعم، من دون أي دبابات متطورة، من دون أي سلاح متطور، ولكن في نهاية المطاف عندما قامت بالهجوم على القوات الروسية، لاحظ هذه المناطق باللون الأخضر كلها تمكنت القوات الأوكرانية من عملية إعادة السيطرة عليها. فما بالك الآن يمتلكون أسلحة حديثة متطورة ودعم وأموال وغيرها، وبالتالي نحن أمام سيناريوهات ستكون صعبة على الطرفين، ومطلوب من الطرفين أن يحققوا شيئا في هذه المعركة. وبالتالي هذا قد يبرر الكثير ما نراه طبعا من الانتشار الأمريكي والضغط الأمريكي على إيران، والأمر ليس فقط أنه قد يكون مرتبطا في مسألة الهجوم الذي كانت تخطط له إيران على بحر العرب على الناقلات الإسرائيلية التجارية، ولكن الأمر يبدو بأنه أكبر من ذلك.